فنية يا هاجر. حسساني ان انا اقوم اغني يعني، مش انا والله. معانا النهارده المطربه الشابه ريهام حلمي، بنحتفل معاها باطلاق اول البوماتها ايام في حياتي بحضور صناع الالبوم وعدد من اصدقائها داخل الوسط الفني. احتوى الالبوم على 12 اغنيه اتعاونت فيهم مع عدد من الملحنين وشعراء الشباب، هو من انتاج وتوزيع مزيكا. كمان كان اليوم اللي اطلقت فيه الالبوم بتاعها كان هو نفس يوم عيد ميلادها، فكان الحفل ليه فرحتين، فرحه بعيد ميلادها وفرحه باطلاق اول البوم لها احتفلت فيه تشاركت الاحتفال مع عدد من اصدقائها، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. وهنرحب بالمطربه الشابه، بس خلونا نشوف التقرير الجاي. احتفلت المطربة الشابة ريهام حلمي بأول ألبوم لها أيام في حياتي وعيد ميلادها في نفس الوقت، وذلك داخل إحدى الكافيهات بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وغيرهم ممن شاركوا تقطيع تورتة الحفل. كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وأنت طيبة بقى عشان عيد ميلادك، وكل سنة وأنت طيبة عشان رمضان والعيد وكل المناسبات الطيبة دي، والف مبروك الالبوم الجديد يا رب ان شاء الله يكسر الدنيا باذن الله. ريهام حلمي بعيدا عن الوسط هي صديقتي جدا وحبيبتي جدا، وانا مبسوط لها وربنا يا رب يكرمها خير ويجعله يعني وشه حلو عليها الالبوم، لان هي مجتهده جدا، وانا مبسوط انها عامله البوم زي ده مع شركه كبيره زي مزيكا. وطبعا بمناسبه عيد ميلادها بقول لها كل سنه طيبه، وان شاء الله السنه دي في البوم، السنه الجايه بقى تكوني في بيتك بقى متجوزه كده باذن الله، وربنا يكرمها خير لان هي طيوبه وغلبانه بصراحه، انا بحبها جدا. والله بقول بخصوص عيد ميلادها كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وريهام طيبه. ريهام صديقه عزيزه يعني، وانا اعرفها من قبل ما تخش كمان تغني، واتمنى ليها في صدور الالبوم ان يا رب يحقق نجاح كبير جدا وينول اعجاب المستمعين يعني، ويا رب يا رب كده تصور كل الكليبات لكل الاغاني الموجوده في الالبوم يعني. بقى لي في المجال حوالي سنه بس، من زمان من وانا عمري 14 سنه تقريبا او 13 سنه بغني. اول سنجل ليا كان اغنيه لما بشوفه اخراج عمرو عبد العزيز، كلمات محمد راجح ومحمد الخضراوي والحان محمد راجح. لما بشوفه برق انا مكسوفه واقفه ومخطوفه مش عارفه ضم الألبوم عددا من الأغاني، منها هبدأ من جديد، حلوة حياتي، هنسى أخيرا، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء منهم كريم محسن، محمد نور، أحمد عادل. ويعبر الألبوم عن جميع الحالات باستخدام أشكال الموسيقى المختلفة. نهاراضي الغد العربي، القاهرة. خلينا نرحب مشاهدينا بالمطربه اللي منورانا ريهام حلمي. ريهام الف مبروك على الالبوم. الله يبارك فيك، كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك. انت طيبه، ربنا يخليك. ريهام حلمي، البوم ايام في حياتي كان اول البوم ليكي، كلمينا بقى عن الالبوم شويه. والله لا، الالبوم اشتغلت مع مين يعني؟ اشتغلت مع كريم محسن ومحمد نور وموجي سعيد واحمد علاء الدين واحمد يوسف والسيد علي واحمد عادل ومحمد راجح ومحمد الخضراوي، زوم، ناس كتيره طبعا موجودين معايا. طبعا هندسه صوت ياسر حسين. بس وديجيتال ماستر في الرساله. قعدتي جايزي في الالبوم ده قد ايه يا ريهام؟ سنتين. مش مده طويله شويه؟ مده طويله جدا، ولكن الواحد في البدايه وهو بيتعلم لسه مش عارف. انت رسمه ان انت تغني اي نوع، بس في الاخر خالص بتختاري اغنيه تسمعيها بتلاقي نفسك ايه ده، لا انا حبيتها، بس في الاخر هي مش شكل الالبوم اللي انت عايز ترسميه، فبتختاري وتغني وتسجلي وتروحي وتيجي، وفي الاخر خالص هي مش معاكي في الالبوم لان انت رسمتي اوريدي شكل الالبوم. فمش هينفع تبقي في حته وتحطي حته تانية خالص طبعا. بس فعشان كده خدت فيه سنتين، وبعدين بقى بتعلم وحاجات. اخترت ال 12 اغنيه اللي انت عايزاهم. معايا 18 اغنيه، اخترت 12 اغنيه. طب احنا كنا عارفين انت الالبوم كان هيطلع في شم النسيم تقريبا. ايوه. وغيرتوا الميعاد واجلتوه كذا مره وتم اطلاقه في العيد، كان ايه السبب بقى في التاجيل كل شويه؟ سياسه.
احداث يعني البلد. اه طبعا الاحداث السياسيه للبلد مش مساعده ان احنا ننبسط ونفرح، لان احنا اساسا كان جوانا حاجه زي الاكتئاب ومحدش ليه اي دماغ خالص. احنا مش عايزين اكتئاب وعايزين ننبسط ونفرح وعايزين نسمع حاجه بقى. طيب نسمع حاجه، نسمع حاجه فرح. حاولي تسمعي حاجه من الالبوم الجديد. ما انا سامعك حاجه فيها فرح اهو. يا بنات انا فرح الليله غنوا افرحولي، افرح يما عشان من اليوم ده خلاص ما بقتش بتولي، جنبي وقصادي حبيبي اللي قلبي اختارهولي، جي طلبني من اهلي ووافقوا عشان حبيته انا، جي طلبني من اهلي ووافقوا عشان حبيته انا. ويا بنات انا راضيه ومبسوطه وكملت اللي ناقصني، وانا لابسه في ايدي دبل عليها اسم حبيبي واسمي، فرحانه وهموت من الفرحه وانا لابسه الفستان والطرحه، والفرحه اي في عيني واضحه ربنا من عيني يحرسني. ربنا من عيني يحرسني. طب احنا عايزين نعرف ايه الاغنيه اللي هتصوريها فيديو كليب في الالبوم ده؟ احنا اوريدي صورنا. صورتي؟ اه صورنا اغنيه مش محتاجه لحد. وصورنا اجمل ما فيك. طب نسمع حاجه بقى من صور فيه. لا خليها مش محتاجه لحد تحديدا، لان انت اول ما نزلتيها تقريبا على القناه الخاصه بيك على اليوتيوب عدد في يومين بس كان تقريبا عدد المشاهدين اكتر من 100,000. 200,000 يعني عملت ضجه جامده في يومين بس يعني. ماشي. مش محتاجه لحد انا كده مرتاحه، عمري ما بضعف ولا بخاف، انا هي دماغي كده خلف خلف، ما بحبش كلمه ليه، مش محتاجة لحد انا واثقة في نفسي وعارفة اللي انا عايزة وهعمله، لو كان صعب طريقي هكمل لو حتى هيحصل ايه، مش عايزة اسمع كلمتها ساعدها اللي بيديني حاجة يجي ياخدها، ولا اسمع بيقول خدت بايدي يحط عينيا في عينه، سموها غرور بقى ولا قلاط، انا قلت اجيبها لكم على بلاط، انا واضحة وعايشة بكل بساطة، اللي يغيرني ده فينه كده بكل بساطة. انا مش محتاجة لحد خالص. بس كلماتك فيها تحدي للرجال. اه انت اللي بتقصدي ده ولا ده بقى ايه؟ كره ده فين؟ لا خالص كره تمين ولا حاجه. بس لا خلاص يعني البنت شخصيتها اختلفت عن زمان. لا وبعدين هم متناقضين يعني، الاولى بتغني انا فرحانه بيوم فرحها ودبلتها، والثانيه مش محتاجه لا حاجة. بس هي في الاخر يعني انا ما غنيتش الاغنيه كلها، في الاخر خالص بتقول له على فكره يعني حتى عايز اصحابك دول يجوا برضو من بعدي، يعني هي برضو نمبر 1 مهما راحت ومهما جت. طب انت ليه كنت عايزه تبعدي عن الشجن في الالبوم بتاعك؟ علشان خاطر انا مش ستايلي كده، انا مش بحب ان انا ابقى حزينه واحس ان انا مكسوره، وانا برج الاسد ما اقدرش. طب انا عايزه اعرف اكتر فنان او فنانه اثروا فيكي في تربيتك الموسيقيه، يعني ايه يعني انا مثلا واحده من الناس من عشاق علي الحجار، انت من عشاق مين؟ لا انا بحب عمرو دياب. يعني انت في حته وانا في حته ثانيه. في الاجيال اصلا. يعني انا بحب عمرو دياب، بحب غربي بقى كتير. طب سمعينا حاجه غربي بقى. حاجه غربي؟ انت ليه بتدبسيني كده؟ لا انا عايزه اسمع والله. حاجه غربي مين؟ اسمعي غربي. اصل حاجات هاوس قوي يعني مش هتنفع خالص تتقال لايف، يعني لازم مزيكا وحاجات. طب ريهام انت عشان تستعدي الالبوم بتاعك عملتي تغيير في شكلك، وعملتي كنت عايزه تعملي تغيير في الالبوم بتاعك بحيث الالبوم لما ينزل بيكون شكل مختلف عن باقي الالبومات، التغيير اللي عملتيه في شكلك وفي الالبوم بتاعك عشان نقدر نقول ان ريهام حلمي وايام في حياتي كان مميز عن الباقيين؟ ما عملتش على فكره اي تغيير، انا نزلت زي ما انا وقدام شويه يبقى في تغيير، بس لما اثبت الاول على اللي انا فيه. اصل لو ده مثلا رابع او ثالث البوم انا هعمل تغيير، لكن اول البوم هعمل تغيير؟ يعني مفيش حاجه مختلفه في الالبوم بتاعك عن باقي الالبومات المغنيين التانيين؟ تاني؟ يعني ايه المميز في الالبوم بتاعك ايام حياتي عن باقي الالبومات التانيه للمغنيين التانيين؟ ان هو بيتكلم زي ما انا قلت لك عن شخصيه بنت قويه، وبنت ممكن تتقبل اي حاجه في الحياه الا ان حد يديلها احباط او يذلها بحاجه او
او يقول لها انا اللي عملتك، يعني هي تمام في كل الحاجات، ولكن في نقط معينه اي واحده في الحياه بتتضايق لما حد يجي يجرحها فيها. طيب. او يخونها مثلا. ريهام، عايزه اقول لك على حاجه، يعني يمكن انت مطربه شابه واتكلمتي عن وبتمثلي جيل الشباب، ففي العديد من الاحباطات، يعني ايه الاحباط الكبير اللي كان او العقبه الكبيره اللي واجهتك وانت بتختاري او بتنتقي الاغاني؟ هل فرضت عليكي بعض الاغنيه؟ فرضت عليا بعض الاغنيه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ايوه. لا عايزه تغني ولا عايزين اسالك واحده؟ بص لا والله ما فيش، يعني في اغنيتين فعلا اخترتهم، والاغنيتين اتفرضوا فعلا عليا، بس انا يعني ما نزلوش معايا لان انا ما حبيتهمش، ومش انا يعني هم مش عايزين، انا عايزين حد تاني بيقول مواويل وبيقول حاجات، مش انا، مش ستايلي. بس أغنية السيد وأمينة عايزة أعرف حكايتك معاها، بس نطلع فاصل ونرجع تاني. بعد الفاصل 12 أغنية في ألبوم ريهام حلم الجديد. مكملين حوارنا لسه مع الفنانة المطربة ريهام حلمي. ريهام، الفنان تامر حسني كان ليه اغنيه السيد، وانت ردا عليه عملتي اغنيه السيد وامينه، ايه حكايتك مع الاغنيه؟ ولا اي حكايه خالص، انا ما كنت سمعت الاغنيه، بس انا البنات اللي هم قريبين مني بالشخصيه قويه شويه دخلوا بعتوا لي على البيج بتاعتي. خدلنا حقنا. ريهام انت سمعتي اغنيه السيد لتامر حسني؟ فوقتها انا ما كنتش موجوده في مصر خالص، وبعدين قلت لا يا جماعه هو في، طب لازم تسمعيها ولازم تردي عليها. سمعت الاغنيه حلوه قوي، وبعدين رد الراجل فيها يعني ككليب، ان هي اللي في الاخر هي اللي خلته ان هو يبقى يقول لها الكلام ده، يعني هي اللي اجبرته على ده. فما بقتش عارفه ارد اقول حاجه، لان طبعا كان ردي عليهم لا حلوه الاغنيه، بس هي اللي اجبرته، زي ما انت ولد يجبرك ان انت تهزقيه، هو اجبرك بده. فهو نفس الموضوع. بعد كده لقيتهم بقى بعتلي بقى كتير، ناس كتير جدا بعتلي لا احنا عايزينك تردي على مش عارف ايه. فده كان مش مني والله، ده كان من طلب الفانز بتوعي، وبناء عليه وجت صدفه بحته برضو ان احنا قاعدين بقى كده. يا ريهام ربنا مش فاكراها. ده انت خدتي حق البنات كلهم بيها، مش فاكراها ازاي؟ والله مش، لا عشان مش بغنيها. انا عملتها ليهم مش ليا. هي من دي اللي تبقى عايشة بتنفذ أوامره، حب إيه ده؟ قال عايزني أبقى دايما تحت أمره، عايز يعمل لي السيد وأمينة بين إيديه. إيه يضايقه لما ناقشه ولا لما أبقى بطبيعتي؟ لو إيدي عشان بحبه وعايز نغير لي طريقتي، غير يمشي بالنظام ده بس أنا ممشيش عليه. وقال ايه ايه بيقول لي من الاخر انا اسمع كلامه ليه ايه، بس مش فاكره. طب احنا عايزين نعرف، يعني انت بديتي من عمر 13 سنه لغايه دلوقتي، ايه المعوقات الكتير اللي مرت عليكي في المجال؟ ولا اي حاجه صدقيني بامانه، هي كل حاجه بصي ربنا بيبقى يعني حق. ساعات حد يقول مثلا انا رحت للمنتج الفلاني او للشركه الفلانيه ورفضت ان هي تسمعني، رفض انه يقابلني. ساعات بيقول انه مشكله سوء الكاسيت بشكل عام نتيجه الهاكينج اللي بيحصل و و و، فمخليها عدد المطربين الشباب اللي بيظهر شويه بيتراجع. فانت ما واجهتيش الحاجات دي؟ بصي ربنا لما بيكون رايد حاجه لحد فبتلاقيها سالكه قوي قدامه، يعني وكل الحاجات بتيجي كده وهو قاعد. يعني دخلت الوسط بسهوله؟ انا دخلت الوسط بسهوله جدا. درجه ايه ريهام؟ انا لسه بدرس اعلام. اعلام. طب مين اللي تبناكي؟ حسن ابو سعود. اتكرمتي من قريب من جامعه 6 اكتوبر. مظبوط. كرموكي على غنائك الراقي وانتشار اغانيك. مظبوط صح. كان ايه احساسك وانت بتستلمي الجايزه؟ حلو جدا، بس يعني هو طبعا مش زي اول جايزه انا استلمتها طبعا، يعني كان اول جايزه ليها الرونق بتاعها الخاص. بس طبعا يعني حلو طبعا ان انت ناس من سنك عايزين يكرموكي ويكلموكي. كانت اول جايزه من جامعه 6 اكتوبر برضو؟ كانت اول جايزه من جامعه 6 اكتوبر، لكن انا اتكرمت في الاي جي سي وجزيره ومودرن اكاديمي التكريم، يمكن واسكندريه.
كتير. تكريماتك كتير، بس التكريم على قد ما هو بيدي ثقة للمطرب، بيحمله مسؤولية. الفن رسالة، انت من خلال فنك عايزة تقدمي رسالة ايه بالظبط؟ رسالة زي ما انا قلت لك ان البنت اختلفت عن الراجل، والبنت في ايديها ان هي بتعمل اي حاجة بيعملها لها الراجل. يعني خلاص اساسا دلوقتي انا شايفة ان البنت تقدر تشيل مسؤولية كل حاجة، الراجل يشيل مسؤولية حاجة واحدة بس. يعني ده من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير. انا شايفة كده، شايفة ان البنت ربنا ادها طولة صبر وطولة بال وادها حاجات كتير، فدي الرسالة بتاعتي ان انا اوصلها ان البنت وجودها مهم، وهي مش كنبة على فكرة ولا كرسي عشان ما تاخدش رأيها في اي حاجة. مش بقولك في مشكلة معينة. لا خالص والله مش مشكلة، بس انا بتكلم في حتة ايه، يعني انا ما تيجي تتفرج على افلام زمان مثلا سيد سعيد ياكل هو الاول بعدين هي تاكل حاجه كده، دلوقتي مفيش الكلام ده. يعني في نوع معين من الاغاني يا ريهام لو اتعرض عليكي ممكن ترفضي انك تصوريها او تسجليها حتى؟ زي ايه بقى؟ واحده مكسوره قوي بتاخد فوق دماغها بيعمل بونت العريض كده. طب ممكن نشوفك، يمكن انا شايفاكي ستايلك وطريقتك وحتى صوتك قريب قوي للاطفال، ممكن تغني للاطفال؟ اغني للاطفال؟ حافظه حاجه؟ لا. بس قولي لي ايه وممكن تيجي للاطفال. يعني انا انت تفكيرك ان انت تغني مثلا زي نانسي عجرم، اغاني نانسي عجرم اللي غنيتها للاطفال؟ ممكن لو حاجه، او هيفا وهبي مثلا غنت للاطفال. بصي ممكن اغني حاجه للاطفال بس احس ان هي مختلفه، اللي هي حاجه بتعمل بهجه. وانت بتعبري بقى عن كل الشرايح مختلف. بس انا بحب البهجه قوي. فممكن اغني حاجه للاطفال بس اللي هي اي طفل يسمعها تلاقيه قاعد يرقص مع نفسه كده. يعني لازم. فانا هعمل حاجه كده ان شاء الله، يعني لو اتعرض عليا حاجه كويسه. انا كتير قالوا لي على فكره، كتير قالوا لي ان انا في طفوله شويه فيا، فممكن قريبه منهم نعمل بيها كده. بس لا اكيد لو اي حاجه جات لي حلوه انا هعمل كده. طب ايه سر حبك للفن الاستعراضي؟ بحب الرقص جدا، يعني انا من هوايات الرقص، لان انا اساسا من وانا عمري 5 سنين كنت برقص باليه. وبعشق شريهان ونيلي، ويعني بموت فيها جدا شريهان بصراحه. يعني ممكن نشوف الفتره اللي جايه في فيلم استعراضي مثلا؟ ممكن. حابه التمثيل؟ حابه التمثيل بس برضو يقدم رساله معينه. مش اللي هو انا داخله مثل وامشي. لا، انت كتير تتفرجي على مسلسلات وكتير تتفرجي على افلام، في الاخر خالص انت بتطلعي من غير معلومه، مش فاكره شفتي الحته، مش فاكره. طب وبعدين؟ طب انا ادخل واقف قدام الكاميرا واتعب في قلبي واتعب في نفسي ومجهودي ووقتي وكل ده، في الاخر خالص لما يطلع حد من الجمهور شفت ريهام حلمي مش فاكر؟ فمش هعمل انا في نفسي كده. يعني هل في ادوار اتعرضت عليكي مثلا ورفضتيها، ولا في دور مثلا معايا في دماغك التانية؟ لا، في حاجات اتعرضت عليا ورفضتها، في حاجه بسبب شركه الانتاج رفضتها، وفي حاجه بسبب سيناريو حسيته ان هو معمول كتير، بس في شويه تغييرات بسيطه، بس هو شبه حاجات كتير. مخيلتك يعني مستنيه يتعرض عليكي؟ نفسي اعمل حاجه زي حافيه على جسر من الذهب. صعب ده. لا ده يعني صعب. نفسي طبعا. نفسي اعمل، احنا بنتمنى لك ده، بس انا عايزه اعرف انت نفسك تعملي ايه بالنسبه للمستقبل؟ اعمل ايه بالنسبه للمستقبل؟ نفسي اعمل حاجات كتير، يعني مش حاجه معينه، يعني اكون حد محبوب، دي اول حاجه، لان انت لو حبوكي الناس انت كبرتي اوريدي. طب بالنسبه للحب، مين اكتر حد بيشجعك من اهلك من قرايبك من صحابك؟ ماما، اختي طبعا، ماما حبيبتي يعني بحبها جدا، وهي على طول بتشجعني وبتقعد تسمع معايا وبتقعد تقولي دي لايقه عليكي ودي مش لايقه عليكي، لا بصي اصل انا ما حسيتهاش، لا بصي دي حلوه مش عارفه. ماما من اكتر الناس اللي قريبين مني، ان احنا وهي بنقعد كده نلعب مع بعض شويه ونسمع حاجات، فهي بتفضل تديني رايها طبعا. واختي طبعا لو هي موجوده مش مسافره وكده طبعا برضو بتقعد معايا. طبعا بنبارك لك يا ريهام. في على فكره ناس كتيره بيقعدوا معايا برضو سواء في الميديا او بره الميديا يعني، بس بيدوني طبعا رايهم، فدي حاجه كويسه، وبصراحه يعني ببقى مبسوطه جدا من الموضوع. واحنا مبسوطين لك جدا، وبنبارك لك مره ثانيه على الالبوم، ونتمنى يعني في انتظار جديدك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. سمعينا بقى حاجه نختم بيها. حلو حياتي طول ما انت معايا، احلى حكايه
عايشاها معاك، عمري بحاله راح اعيش وانا جنبك. طمن قلبك هفضل وياك، حبك خلاني اعيش من تاني عمر جديد وانت معايا. وكل اللي فات من عمري مات، مش هرجع بص ورايا. شكرا لك. ميرسي. شكرا ليكي. فاصل ومكملين معاك.